مكبوس الدياي بطريقة الطيبين نار. أول شيء راح نجيب الكشمش ونحطه بالماء الحار، تالي نجيب المقلة وننزل البصل والنخي، وطبعا راح يكون مطبوخ، ونخلطهم، وتالي ننزل الكشمش اللي سلقناه ونحط البهارات. البهارات راح أحطها لكم بالوصف، وصار الحشو عندنا جاهز. الحين نجيب الدياي ونجيب بهاراته، نفس الشيء راح أحطها لكم بالوصف، ونبتدي نعطي مساج يا معلم حق الدياي بحب وحنان. والحين بجدرنا راح ننزل البصل ونكرمله، تالي نحط البهارات الصحيحة ونحمسهم مع بعض، وننزل الدياية الحنونة ونخليها تستوي مع الماء الحار لمدة ساعة، وعلى ما تستوي نسوي مكسراتنا، أي مكسرات في بالكم. نبتدي مع الزيت نحمرها بهذا الشكل. الحين الدياية عندنا خلاص استوت، راح نطلعها من الجدر، وأيضا راح نطلع البهارات الصحيحة، بس راح نخلي الدارسين واللوم الأسود. والحين يا معلم ننزل العيش ونخليه يتسكر. الحين بالمقلة هي بالدياي نحاول إنه نقلي ونخليه يتحمر بهذا الشكل، ونرجع حق العيش. ما استوى للحين، بس راح نحط ماي الزعفران، ماي ورد وزعفران، ورد نخليه يتسكر هم بعد. الحين عقب ما تسكر شوفوا معاي الحبات صارت واقفة، يعني استوى. والحين صار وقت النشاب، شوفوا معاي الحبات شلون نثرية، يا سلام. والحين نصف الدياي وبعدها الحشو والمكسرات اللي سويناها، وكون عندنا كذي جاهز. والحين بنذوق المكبوس، الطعم يدوخ من حلاته.